في العاصمة دمشق توجه لحسم عسكري حكومي وإطباق سيطرة على مناطق وأنباء عن قصف واقتحامات واشتباكات في منطقة بساتين المز وأحياء ركن الدين وبرز والقابون التي أكد الجيش السوري سيطرته عليه. اليوم يعني شهد اليوم قصف على منطقة محيط منطقة برز بالطائرات ودخول الفرقة الرابعة عليها الصباح الباكر متجهة بالأسلحة كاملة واشتباكات في الظلام وقصف لا يزال إلى الآن في التبداني وإطلاق رصاص كثيف جدا في المنزل عار عن الصحة تماما. لكن الإعلام الرسمي يؤكد أن الحياة طبيعية وأن ما يجري لا يعد كونه ملاحقة لمن وصفهم بفلول إرهابيين في عدد محدود من الشوارع. سقوط قذيفة. ريف دمشق ليس أحسن حالا وإن كانت سيطرة القوات الحكومية هناك أقل رسوخا. والتطورات في مدينة حلب ثاني أكبر مدن البلاد عاكست بدورها صورة قاتمة. وبينما اقتصرت الرواية الرسمية لما يحدث في حلب على الإشارة إلى ملاحقة القوات الحكومية للمسلحين والقضاء على أعداد كبيرة منهم، قال معارضون إن أحياء عدة تعرضت إلى قصف وهجمات وتشهد اشتباكات. الجيش الحر في حلب كان أعلن ما أسماه بدء معركة لتحريرها. إننا إذ نطلق النفير العام من قلب شهداء الشمال فإننا نتعهد بحماية المدنيين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، نتعهد بحماية الأقليات في مجتمعنا من الأخوة المسيحيين والأرمن والسريان والأكراد والعلويين والشيعة والدروز والتركمان والآشوريون. ويحاول مقاتلو المعارضة تسجيل انتصارات عبر مهاجمة مراكز عسكرية حساسة والانتشار في المناطق الحدودية كما هنا في معبر السلامة على الحدود السورية التركية في ريف حلب. الله أكبر. بقية المناطق شهدت أيضا قتالا عنيفا ولا سيما محافظات حمص ودير الزور وإدلب ودرعا. ومع تصاعد العنف في البلاد ترتفع حصيلة القتلى لتصل منذ انطلاقة الانتفاضة السورية في آذار مارس من العام الماضي إلى أكثر من 19,000 وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي قال إن من بين هؤلاء أكثر من 13,000 مدني ونحو 950 جنديا منشقا وما يقارب 5,000 عنصر حكومي. وتبقى هذه الأرقام غير مؤكدة في ظل عدم نشر الحكومة السورية حصيلة رسمية عن أعداد القتلى العسكريين أو المدنيين. وائل الحجار، بي بي سي.